فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن حكم إفشاء السلام، وهل إذا أفشيت وألقيت السلام ولم يرد هل أنا مأجور؟ نعم، أنت عليك أن تبدأ بالسلام، أن تبدأ بالسلام، وأما الرد فهو على الآخر، واجب على المسلم عليه. البداء بالسلام سنة، ورد السلام واجب، قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فالبداء بالسلام سنة، ورد السلام واجب. نعم.